ما بدنا نعرف ليش بطير الراتب بسرعه؟ لانه ما في اداره، صح ولا لا؟ لا انتم معي ولا لا؟ لا يا ايلي، لا كيف لا؟ لا لانه ما في اداره، وعنا عنا عنا صار الكماليات اكثر من الاساسيات. لا 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 لا، ما تدخل لي بجو المثاليات تبعك. ما عم بحكي مثاليات، ما تقعد تحكي لي مثاليات وتقعد تقول لي ما في تدبير وما في الراتب لا موجود. ما في تدبير، ما في تدبير. لا لا تقول لي ما في تدبير، شو الحكي هذا؟ المره اليوم غير المره امبارح. صدقي لك هلا ما بده يحط الموضوع على المره. لا الموضوع ما له علاقه اليوم بالمره، اسمح لي اقول لك. يعني انت الاداره، الراتب على القد. انت الاداره. مين انا الاداره؟ انت البيت كله. لا بس دي مناصب انا مالي فيها. ايوه ما تخليني. انت بتعرفي البيت بحاجه شو بحاجه. انت بتعرفي كيف تدير امور البيت. انت هو بتعرفي بيضل قبل لك. هو الراتب الزلمه لما يسحب راتبه من الاي تي ام هو ابصر قد ايه بيضل منه ليفوت البيت؟ هو بيضل منه للبيت؟ ما بدنا نبالغ. احكي ضميرك. لا 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 لا، بدي احكي ضميري. ما بدنا نبالغ. عم نبالغ. لا ما عم نبالغ. انت عم تحكي مثاليات. عم نبالغ. لا لا ما مش مثاليات. مش مثاليات. هلا رح نسمع. نحن هلا بنسمع. يلا هلا يمكن يقولوا لنا انه من قله الرواتب او من قله المعاشات يعني ما عم بيهدي معنا. هذا سبب من الاسباب، ما اختلفنا. ومن القروض. ولكن من القروض ليه؟ لا شو اللي بيخليك تحتاجي تاخدي قرض؟ مش بحاجه تشتري. لا يا مش بحاجه انك تشتري سياره. ما تشتريها. ما معك حقها ما تشتريها. طيب والناس بتاخذ قروض هيك صح؟ ليه الناس بتاخذ قروض هيك؟ جعباله تاخذ قرض. ما بيكون عندها مصايب للمظاهر، لتفشخر حالها. لا هذا جزء قليل من الشباب والصبايا اللي بيعملوا هيك. اما المتزوجين والناس اللي فاتحه بيوت ما بتاخذ قرض والله لتنبسط. على كل حال، لا انت عم بتزودها. كل انسان بيعرف قدام ميزانيته. لازم يعرف قدام ميزانيته، لازم يعرف كيف يدير اموره لحتى يكفي الراتب. نحن هذا اللي بدنا اياه، هذا اللي بدنا نوصله. الميزانيه دائما اكثر من الراتب، كرمال هيك ما عم بكفيهم المعاشات. هلا اذا كان الراتب قليل طبعا يعني اكيد، لانه صار في يعني اول شيء غلا بال بالاسعار، وصار في كمان كماليات اكثر، وصار في الواحد بعدين. بدي اقول لك كمان نقطة كثير مهمة. تفضل. الأغلبية من الشباب بتلاقيهم عم يتناولوا غداهم وعشاهم خارج البيت، يعني المرة اللي بتعمل طبخة وبتبقى عاملة حساب إنه هيدي الطبخة للعيلة لحتى نصهم ما بياكلوا منها. نصهم ما بياكلوا منها. أوكي. عرفت هذا كيف؟ إحنا عم نحكي اليوم إنه بشكل عام ما بدنا نخصص، ما بدنا نحط الحق عليهم لانه هن عم يخلص راتبهم من اول اسبوع. نحن لهذا البدنا ما بدنا نحط الحق نحن عليهم. نحن بدنا نحكي بهالموضوع لحتى نعمل ميزانيه بين راتبنا وبين مصروفنا لنقدر على القليل نخلي. يعني كنا قبل انه خلي قرشك الابيض ليومك الاسود. هلا لا في اسود يعني ولا في ابيض. هلا ما عم نخلي شيء. هلا ما في. يا الي اليوم المواطن عم يقبض راتبه، أول ما يقبض راتبه هذا بيكون مخصوم منه للبنك. نعم. قسط عليه وما نعم. بظن أنه يعني القليل من الناس اللي بتاخد قروض عشان تتبهور وتتظاهر. في بعض الأشخاص بيكونوا مضطرين على القرض اللي أخدوه، بيروح منه قسط القرض، بيروح منه فاتورة كهرباء، فاتورة مش مي. القرض القرض قرض بيروح منه هيك بيوصل على البيت يا دوبه يقدر يجيب فيهم شوية مونة للبيت تكفيه لنص الشهر. وجاية تقلي مثاليات وكماليات وأشياء ضرورية وبياكلوا برا وبياكلوا. هلا رح نسمع آراء عديدة على كل حال من خلال هالحلقة. رح نسمع آراء عن يلا عن الأهل كيف كانوا يتصرفوا، كيف كانوا يعملوا ميزانية، الدنيا فيها بركة، يعملوا ميزانية لبيتهم. كيف كانوا يدبروا أمورهم. نحن بدنا نتعلم، نحن بدنا نتعلم منهم. حنتعلم منهم بس نعم. ما تقارن. لا بدي قارن. ما تضلك تقارني لا لأنه بزمان أبي وأبوك، بزمان أمي وأمك كانت ما كانت هيك الأسعار. لا كانت هيك الأسعار. لا ما كانت هيك. وكانت الأسعار. الرواتب أقل من هيك. كانت الرواتب أكثر من هيك لأنه العيشة كانت أقل من وكانوا هيك. وكانوا عايشين لأنه ما كان في كماليات. هلأ الكماليات تغلبت على الأساسيات. كماليات. بدي أشوف مين عنده اليوم كماليات. يا جماعة. يلا.